صباح الخير مستر قاسم، الحمد لله على السلامة. الله أهلا يسلمك، وسهلا، ويلكم تو سانت فيوز. اهلا لو بيك. ريت اسكورت يو تو يور روم، شور، اتفضل. ثانك يو. أول رحلة حضرتك يا مستر قاسم تمام كله تمام كان تمام؟ الحمد لله عليكم. الحمد لله. أول مرة تنورنا في سانت فيوز ولا تاني تختار؟ مرة تاني مرة. مكان جميل. انت بالك قد ايه هنا؟ بقالي سنتين اهو. سنتين والله كويس. الابارتمنت بتاع حضرتك قريبه بس من الاسانسير. طبعا كل ده قريبه دي كده اقرب حاجه للاسانسير. تمام. هيبقى برضو عندنا اقرب امرجنسي اكزيت هتكون في اخر الكوريدور. بالاضافه برضو الامرجنسي اكزيت بلان هنلاقيها خلف الباب. تمام. هو انتوا التكييف عندكم شغال في الكوريدورز ولا لا؟ شغال. حاسس ان الجو حر. لو كده ممكن نرفع دلوقتي درجة الحرارة شوية، بلغ زمايلي في الانجينيرنج ونرفع درجة الحرارة. تنزل درجة الحرارة. ننزلها لحضرتك. ماشي. دي بس الروم بتاع حضرتك. تمام. اسمح لي افتح مع حضرتك؟ اتفضل. ماستر بقى خلاص يعني. ما بتاخدش الكي بتاع الجيست؟ لا. تفتح بالماستر. او بفتح بال الكي عندي. انا ببقى واخد الكي بتاعي من بره. ماشي. الكي بتاعه هو من هي بتعمل لك هاند اوفر للكي وبتسلمك الجست، وانت الكي بتاعه بيبقى معاك انت، فانت ما بتفتحش بالماستر. صح. ما بتفتحش بالماستر يا جماعه في اول فتحه دي عشان الناس تجرب بس الكي بتاعه. ايوه صح كده. وقفنا عندها دي حلوه. ممكن برضو اخد من حالات الكي بتاعك لو انت خدته منها وهي يعني. طب لو الكي ما اشتغلش بعمل ايه؟ بفتح الماستر بتاعي وبدخله. ايوه كده كويس. اعمله لازم ادخله الاول. لا في ناس ثابته على الباب، حصلت قدامي قبل كده. ما عليك. حلو. اقوم ادخله جوه. بتدخله جوه اجيب له المفتاح امتى بقى؟ انزل على طول اجيب له المفتاح؟ لا وانا ما اخلص وانا خارج ممكن اعمله. حلوه زي الفل. تمام. فانت دخلتني دلوقتي. شكرا. واو ذيس از اميزنج. منطقه درجه الحراره هنا كويس. لا هنا كويس. الجو هنا كويس. خلينا نخش بقى كلنا يا جماعه. خش خش خش. هتبدا بقى توريني فين اول حته تاخدني فيها ايه؟ على الهول. تمام. بص على الهول والبلكوني. بص على الفيو برضو من هنا. الفيو بتاعنا رائع جدا. الغرفة دي كام بيدروم؟ الغرفة دي تو بيدروم. تو بيدروم؟ تو بيدروم. هنا الفيو بس حاجة رائعة. حبيت حضرتك بس توصل الفيو. اسمح لي صادق؟ اتفضل. مش قادر يرتاح. واو. ايه العسل ده؟ لا كلام جميل. في نفس الوقت ممكن نبص برضه على البول تحت. مراتي تحت. لا حلو. تحب حضرتك تبص على البيدروم؟ تمام. اي اتفضل. هو دايما الجست هيديك مساحه ان انت تمشي قدام منه، فانت تاخد ايه؟ الانيشيتيف وتحركه انت. هي دي الماستر بيدروم ودي البيدروم. ده الماستر. دي هنا الواردروب. الواردروب هنا برضه حاجه جميل. ووكينج درو برضه حاجه من اليونيك فيتشرز الموجوده عندنا. التو الانترناشونال ادابترز هتلاقيهم موجودين هنا في البيزنس ديسك. ايوه دي ما حدش قال لي عليها يا جماعه اول ما جيت، وقعدت بقى اتصلت بيكوا تاني. خلينا يا جماعه نسمع كلنا الحته دي. شفتوا الحته دي؟ هو كويسه جدا. ما حدش قال لي عليها. ولما حصل لي اول مره جيت قعدت فيها ما حدش قال لي ان في انترناشونال ادابتر هنا. انا كان نفسي يبقى في واحد كمانجمنت يعمل واحد جنب السرير، كان نفسي ده يحصل يعني. بس انا على الاقل لو كنت عرفت ان في اتنين ما كنتش هتصل تاني واطلع حد فيكم تاني من البطلر عشان يجيب لي واحد او عشان يعرفني ده فين، او ما كنتش حتى هتصل عشان اخد وقت الاوبريتور تحت يقعد يشرح لي ان في واحده في الاوضه كذا. والبي اس دي لو واخدين تريننج وعارفين الرومز عامله ازاي كانوا هيشرحوا لحضرتك برده في التليفون. تمام. ايه بقى وريتني انت دي ايه بعد كده. تمام. واو ذس فيري نايس اي لايك ات. دي حاجه من اليونيك فيتشرز. فيري جود اي ويش. احنا برده عندنا ممكن اخد بس من وقت حضرتك دقيقتين بس يعني اشرح بس اوضح لحضرتك بس الفيتشرز الموجوده في الروم. احنا بس نبتدي من جنب السرير هنا. هو عندنا في زرارين. طب عشان انا مش هنسى هبدا اوقف يا جماعه. ماشي انا هبدا اوقف هنا. هو دلوقتي عايز يشرح لي الغرفه صح؟ ده حاجه كويسه. انا جاي من بره، جاي من سفر ساعتين ثلاثه، انا بعمل حاجه الاول بشوف الجست ده قدامي هو قادر فعلا يعمل ده. I have ايوه. مش عاملها بالانجلش عشان يعني ما رضيتش. خلينا عربي ما فيش مشكله، احنا كلنا هنا عرب. ف
if تو عايزين لو الفيربج بالانجليزي بعد كده ممكن نعملها بالانجليزي ونقعد نتكلم فيها ونقول تقول ايه بالانجليش ولا. لكن كمصري او حد عربي جاي انا دلوقتي عايز اقرا الجست اللي قدامي ده، عايز اقراه ازاي؟ عايز اعرف الجست اللي قدامي ده شكله عامل ازاي؟ راجل جاي متبهدل، عايز اخش الحمام، ست كبيره في السن، الناس ديت ما بتبقاش عايزه تخش تدخلها في الحوار ده على طول. وممكن يسمع منك، هو ممكن يقعد يسمع منك بس عايزك تخرج. ممكن يقعد، ممكن اقول له يو هاف سيت. بس لا بس سيت، لا بس في ابارتمنت زي ديت مش هتبقى فيه سيت عشان توري له الدنيا كلها، ما انت لازم تحركه معاك. ما لو لقيته هو تعبان وعايز يقعد فممكن اقعد اكلمه. تكلمه على ايه بقى؟ بكلمه انا بعمل حاجه بسيطه خالص. وخلينا كلنا نخش جوه يا جماعه. ماريو تعالى يا ماريو خش. لا الفيديو، ما انت ايه الفيديو. بصوا يا جماعه انا بعمل حاجه بسيطه، مش في كل الجست هقدر اعملها، وفي كل بعض الجست هقدر اعملها. انا دايما لما بدل الجست بدخله الاوضه بوري له الحاجات الاساسيه والبيزكس، تمام؟ وعايز ادي له حاجات اكتر. انا بسال الجست would like me to do this now or can I come later. انا بدي له الاوبشن ده دايركت. can I show you وبتسكت بيقول لك yes. وبتدي له الاوبشن I can come also later in 10 or 15 minutes or you can give me a call whenever you are ready. انا دلوقتي اديتها له بقى، سلمتها له. هتنفعني في حته لو انا بيزي وعندي اوبريشن وكذا ارايفل، وفي نفس الوقت هتدي للجست مساحه ان هو يرفع سماعه التليفون لما يكون خلاص مستعد. هو مراته مثلا كانت لسه تحت وكان عايزه تحصل معاه الاورينتيشن، في ناس كده عايزه تشوف الاوضه، عايزه تعرف عياله، عايزهم يحسوا بالاكسبيرينس دي معاهم، تمام؟ عايزهم يشوفوك انتوا بالوايت جلافز. حاجات كتير جدا ممكن انت اول ما تقول له بليز جيف مي ا كول whenever you are ready هيقول لك اوه ذاتس فاين. هو دلوقتي عايز يخش الحمام هيخش، عايز يجيت ريدي ياخد شاور ايا كان، وبعد ساعه ساعتين في الايفنينج ايا كان بعد خمس دقائق هيديك تليفون قول بليز كان سم ون كام اند جيف مي ذا اورينتيشن. بس انت وانت ماشي تعرفه ايه؟ تعرفه إيه اسمك؟ تعرف دايما انا ناديته باسمي بره، ولما هو نادالي قال لي مستر قاسم، تمام؟ مستر محمد ام كي. وساعات وسمعات لما جيت انا باجي اقعد معاه كتير يا جماعه ويقعد معايا كتير، انا دايما بساله هاو يود لايك مي تو كول يو. عايزني ادي لك اقول لك ايه؟ في مثلا رونالد نوبل كان بيقول لي بليز كول مي اس جي، ما تقوليش نوبل، ما تقوليش مستر نوبل، ما تقوليش اس جي. فانا دايما لما جيت اقعد معاه لما كنا بنشرح، لو في جيست هيعمل لك اساينمنت اللي هتقعد معاه فتره كبيره وكده، دايما اساله هاو يود لايك مي تو كول يو، انت عايزني ادي لك بايه؟ فممكن يقول لك ناديلي يا محمد، ناديلي يا محمد، ناديله زي ما قال لك، ما تخافش. بس انا دايما برضو بحط مستر اند مسز. هو حتى لو قال لي ما تقولش مستر اند مسز، انا دايما بقولها، لزقت فيا مش قادر اغيرها. ديت بقى ليه؟ لان بعد كده هيجي جست تاني مش هشيلها، هتفضل لازقه معايا، فانا مش قادر اقول لهم اي كان نوت. فدايما اقول مستر ام جي، مستر اس جي، مستر سميث، مسز، مش عارف. فدايما مستر اند مسز دي معايا على طول، تمام؟ في العرب بقى ممكن تقول حضرتك يا فندم، دي حلوه قوي حضرتك، دي كويسه. فندم دي مش عارف، بس حضرتك احسن يعني. انت شوف الكلمه اللي بتبقى ماشيه كويس يعني، تمام؟ انا اتعرفت على الجست، اديته اسمي وعرفت اسمه وناديته باسمه، مش ناديته باسمه كتير، ما عرفش اناديه باسمه ثلاث مرات اربع يعني، ممكن اناديه باسمه ماكسيمم 3 تايمز ماكسيمم، وده لو مرتين يبقى كويس، لو مره حتى حلو مره واحده. افتكرت اسمه وحطيت اسمه في نوتس، افتكر اسمه وناديه باسمه اول ما يطلع من الاليفيتور مثلا بس، ولو نسيته بعد كده مش مشكله، حتى لو مره واحده على الاقل يعني، بيقولوا اضعف الايمان. اناديه باسمه وانا طالع بقى من الاوضه، انا بعرفه اسمي عشان يسال عليا، عشان لما يرفع سماعه التليفون. اتفضل. هو اوريدي هنا في سنت ريجيس بيبعتوا لنا على الجروب مستر محمد كومينج اب. كومينج اب روم كذا مثلا 27.05. تمام. فاوريدي احنا والجست طالع بنكون عارفين اسم الجست. تمام. طب دي حاجه كويسه، انا بقول لك في فنادق تانية بتبقى الارايفل ليست والحاجات دي وعندك قصص، فانت عرفت اسم الجست بتناديه باسمه. لو مش لو انت شخص زيي انا بنسى اسماء كتير يعني، بنساها بسهوله وبتاخد وقت معايا على بال ما افتكر الاسم، فبقوم كاتب الاسم وبنادي له مره على الاقل اول مره، تمام؟ وبعد كده وانا ماشي بعرفه على اسمي. عشان ايه؟ عشان لما ارفع سماعه التليفون يقول انا عايز محمد يجي يوريني الاورينتيشن. قلت له ماي نيم از اند بليز whenever you are ready just call this number. اوري له الحاجه اللي تقولها له، التليفون اللي هيضربه اللي هو الباتلر، تليفون البوتوم، اوري له البوتوم ده فين. whenever you call just ask for me. ask for me انت عايز تروح له، انت اللي عايز تروح له، صح؟ هو قام لكم يرفع سماعه التليفون، هيبعت لحد من الباتلر فيبعت له اي حد ومش فاهم ايه اللي حصل. فاسك فور مي دي تبقى حاجه كويسه. ولما اخرج انا بقى ايه، اروح اعمل كوبريشن دايما، ده عشان برضو الامبورتنس اوف ذا ديليجيشن بتوين يو اند هيد باتلر او الباتلر اوردر تيكر. ان شاء الله في المستقبل هتجي لكم يعني، هيبقى في باتلر اوردر تيكر، فانت بتروح لها وتقول لها خلاص الجست سكن وهو هيتصل معرفش امتى هيسال، فانت عرفيني اول ما يكون جاهز، تمام؟ دي بقى لازم اعرفها
الاوردر تيكر، او دلوقتي هيبقى ماني بقى هو اللي يعمل القصه ديت. فانا بعرف زميلي ان انا خلاص عملت تشيك ان، بس الاورينتيشن لسه ما حصلش او ما عرفتوش على الغرفه. في جيست ممكن اعمل معاه الاورينتيشن فيه ساعتها على طول، لقيته هو فريندلي وعمال يتكلم وكده، بعمل معاه الاورينتيشن وببدا من هنا. بس خلينا احنا وقفنا عند الحته ديت عشان في جيست ممكن ايه ما اعملهاش معاه، واديله السبيس ان هو يخش مثلا يريح يتعامل مع نفسه شويه، عشان انا اجي بقى ايه اديله الاورينتيشن وانا مرتاح وهو كمان مرتاح، واخد وقتي فيه واشرح له كل حاجه بالتفصيل. خلينا نبدا من حته انت وقفت بقى، يعني دلوقتي مثلا احنا رجعت او انا كجيست قابل ان انا اعمل الموضوع ده، فعندنا الحتتين. مش هناخد وقت لحضرتك تستريح او يعني تقول مي بعد فتره مثلا ان انا اجي لحضرتك. نو وي كان دو ات ناو، ثانك يو سو ماتش. يس احنا عندنا هنا هيبقى في بس زرارين، واحد اول زرار بس عليه المارك بتاع الهاوس كيبنج، لو احتاجت الهاوس كيبنج جاست ان كليك عليه انا بيديني المارك عندي، وممكن بس كونفرميشن بالتليفون لايك اني هوتيل بوردو زيرو، او هتلاقي في زرار بتاع الباتلر سيرفيس ديسك. تمام، شايفين ايده يا جماعه معموله ازاي؟ انا دايما انا بشاور للجسم، ما بشاورش كده، ما بعملش بوينت بصبعي، ايدي مفتوحه. الحاجات دي كلكم بسم الله ما شاء الله، بس في ناس فيكم بناكد بس عليها، يعني ايدك مفتوحه وبشاور له، بقرب على قد ما اقدر، بعرفه التليفون فين وبعرفه الباتم فين، بقول له there is a butler service button here, when you click on it it will take you directly to the butler service, when you click on this this is will take you to the in room dining, when you click on this this is will be operator. الحاجات دي سهله، بس انا اول حاجه بعرفها له البتلر سيرفيس ديسك، يو شو ذا سيرفد بوتوم بتلر سيرفيس ديسك دايركت. ذاتس فيري نايس. اوكي، وهتلاقي برضه حضرتك لو محتاج برضه الزرار الثاني هيبقى الدونت ستوب. فيري نايس. يعني الزرار برضه هتلاقي موجود عليه المارك بتاع الدونت عدم الازعاج. فانا لو عملت دونت ستوب هنا هيعمل على الغرفه برضه من بره؟ من الزرار، لا مش من زرار التليفون، هتلاقيه من الزرار الجنب الهاوس كيبنج. اه ده فوق، انا فكرتك بتتكلم على التليفون دلوقتي. تمام ماشي. ده بس بالنسبه للاضاءه في التليفون دو نوت ديستر، ما انا بتكلم على كده. فين بقى للتليفون عشان ما حدش يشرب بيه؟ لكن ما بيعملش ريفليكشن على تمام ماشي. تمام ده بالنسبه بس للسيرفيس، بس بالاضافه اللي احنا بنقدم بس البريسنج سيرفيس از ا كومبلمنتري من البوتر تو جارمنت بير داي بير بيرسون نون اكيوموليتيف، هيبقى طول الستاي بتاعت حضرتك كل يوم بس two garment per day for ironing. يعني ليا قطعتين. قطعتين بس. تمام كويس. تمام دي حاجة بس، بالنسبة للأبارتمنت بتبقى أبون أرايفل عندنا غير الرومز. ممكن أديك اتنين دلوقتي تاخدهم معاك؟ مش أي مشاكل، أبون بس الشنط بتاعت حضرتك تيجي، لو حبيت إن أنا أساعد حضرتك فيها بس وأوضب لحضرتك الدولاب هيبقى يعني سعيد جدا إن أنا أقدر أساعد حضرتك. تمام، يعني أنت ممكن يعني أنت ممكن تفضيل الشنط بتاعتي؟ يس والله بجد؟ في ناس ما تعرفش. في ناس كتير ما تعرفش. لا انا هنا متواجد هنا كباتلر، انا اسمي شادي برضو، ماي نيم از شادي. ماشي يا شادي، يعني الباتلر بتاع حضرتك هنا متواجد، جاست اللي انت تكلمني في اي وقت يعني اقدر اساعد حضرتك سواء في جوه الاوتيل او بره الاوتيل، لو محتاج تعمل ريزرفيشن جوه الاوتيل او خارج الاوتيل انا هبقى سعيد جدا. انا تعمل لي ريزرفيشن لو عايز اعمل ريزرفيشن مطعم بره، مطعم او اي ابوينتمنت اجهزه لحضرتك. مين اللي بيساعدك تعمل ريزرفيشن هنا؟ زمايلي في الكونسيرج. ممكن انت تعمله لوحدك؟ طيب هو كستاندرد في بعض فنادق ما ينفعش، فانا امشي ورا الستاندرد. لو الريزرفيشن ده هيتعمل من خلال الكونسيرج هروح للكونسيرج، بس في فنادق البطلر بيعمله دايركت. تمام، فلو الكونسيرج ساعات كمان بنحوله دايركت كمان للكونسيرج، لان احنا مشكلتنا كونكتنج جامد مع الكونسيرج في الفرن. تمام، يعني انا بدي له انا كنت بعمل دايما انا مع الكونسيرج وانا اللي ببلغ الجست بالكونفرميشن وكل حاجه، فالجست ما بيعرفش حتى ان الكونسيرج دخل في القصه، فانا اللي بقول له اوكي وباخد منه الانفورميشن اللي هو عايز يعملها. عايز يعمل بوكينج مثلا في مطعم فلاني، بروح انا بكلم العربيه بتاعته تكون جاهزه، بكلم على الكونسيرج، الكونسيرج بيعمل كل حاجه وانا برجع انا اللي ابلغ الجست مش الكونسيرج. تمام تمام. خلاص لو الشنط بتاعت حضرتك بس اول ما يعني دي بقى اللي انت بتوريه في الغرفه خلاص، ما وريتهوش حاجه في الغرفه. لو حبيت حضرتك تشوف البيدروم في الناحيه الثانيه تو نفس القصه، تعال نشوف نشوف عشان الولد هيطلع يعمل لي، عايز اعرف فين الغرفه. برضه متقسمه الوورد روب هنا هو اصغر شويه. التو بيدروم موجودين مع الهول. تو بيدروم؟ تو بيدروم. فين تو بيدروم؟ تو بيد. ماشي. دي تو بيد. ده دبل ولا كوين ولا؟ لا ده السايز بتاع ده دبل. تمام، عشان في كوين ساعات بيبقى في، هو ده دبل بيد. حلو، حلوه الغرفه دي. تمام. تمام، في أي حاجة تانية بتوريها للجست في الغرفة؟
لا الكيتشن لو حبينا نبص عليه برضو في اي حاجه تكنيكال هناك انت لازم توريها له. والسيفتي بوكس برضو بتبقى موجوده بس بتبقى موجوده في الماستر روم. من السيف بوكس المطبخ فين بقى؟ ماشي هنوري له السيف بوكس بعدين. السيف بوكس تقريبا مش موجود هنا. الكيتشن بتاع حضرتك نايس ميكر كل الكلام ده. الكيتشن برضو الكيتشن هنا كبير. فريدج برضو كلها بوش. لو حبيت برضو الايس ميكر هتلاقيه هنا. تمام انت انت لازم تعمل مارك للحته. لا مش مارك بس انا بتكلم ان هو بوش عشان هم ساعات معظم الاجانب بيبقوا مهتمين بالبراند بتاع بالبراند بتاعتي. تمام الاجهزه كلها عامه. طب هتقولها له ازاي دي لما تحب تقول له انت دلوقتي فخور ان ان انت عندك كوش في حاجه؟ بتقولها له ازاي بقى؟ حاجه رمزيه. هتقولها له ازاي؟ يعني انا لو اجنبي يعني ساعات لما قولها لي كمصري واحد داخل مصري داخل. طب احنا كمان كل الاجهزه الالكترونيه عندنا كلها من بوش. من شركه بوش. فدي حاجه برضه براندد. كلام جامد. حد عارف الشركه دي يا جماعه؟ شركه جامده ايطالي. دي شركه حلوه بتعمل الاكويبمنت محترمه جدا. يعني بالاضافه برضو عندنا هنا الفريدج بتاع الواين. نايس. نقدر نحفظ فيها كل الانواع الكحول او البوتلز بتاعتنا لو حضرتك جايبها مع حضرتك. تمام. تمام. بالاضافه هنا بقى للماشينز بتاعت الاكسبريسو والكابس لو حبينا برضو اكسترا كابس هنلاقي. ايوه نقول اكسترا كابس حلو. برضو بالاضافه للكوفي انا ممكن برضو بعمل حركه ريفيل للكوفي برضو او الساشيتس بتاعت الريفيل نفسه للتي باجز والكوفي معايا او برضو بيبقى مع الهاوس كيبنج لما بيجي بس يقدم لحضرتك السيرفيس. ولو كده ممكن اخد من حضرتك برضو السيرفيس برضو بتاعت حضرتك طول الستاي في ايام معينه بس حضرتك بتفضل تاخدها. مثلا احنا بيبقى لنا في الابارتمنت 3 ايام. فتحب تفضل 3 ايام ناخدهم من حضرتك ولا نخليها يوم الجمعه؟ يوم الجمعه بعد ده بالنسبه ليوم واحد كده. هو يوم واحد بس مش عايز يوم الجمعه. مش عايز برويك كده. هو برويك. انا هسجلها عندي برضو واعملها بريفرنس لحضرتك. في تايم معين حضرتك بتفضل فيه ان الهاوس كيبنج يجي بعد ما بتخرج او بتبقى متواجد معاهم بحيث ان الاي بعد وقت الظهر كده الظهر. يعني على الساعه 12 مثلا كويس الظهر. خلاص انا هبلغ بيها واحطها كبريفرنس بالنسبه للهاوس كيبنج لحضرتك. تمام يا استاذ. في اي حاجه ناقصه حضرتك او في اي حاجه ممكن تحب مثلا نحطها في لحضرتك كبريفرنس؟ لا شكرا. انت هتيجي لما الشنطه تيجي تعمل لي ان باكينج؟ دلوقتي يا زميلي دلوقتي هيبقى هطلع دلوقتي وهكونفيرم معاه ان الشنطه بتاعت حضرتك تيجي دلوقتي وانا متواجد مع حضرتك دلوقتي. اعمل بس اوضب لحضرتك الدولاب واخد برضه التو جارمنتس بتوع حضرتك او الفور جارمنتس بالنسبه لحضرتك. تمام. هنا برضه الاماليتي بتاعت حضرتك موجوده. في اي حاجه بتفضلها مثلا في نوع الفاكهه مثلا؟ انا بحب فاكهه دايما والله في الغرفه حاجه كويسه. في اورينتال في سويتس؟ موجود. نفسي بقى اورينتال العربي بتاعنا بسبوسه بقى او بقلاوه. في بقلاوه كمان نجيب من تركيا. ماشي مفيش مشكله. في بقلاوه بيقولوا لها بقلاوه. طب كويس جدا. لا والله حاجه جميله وزي الفل. انتوا ناس شادي. انا اسمي شادي. ما بدلوش البيزنس كارد يا جماعه ولا في بيزنس كارد؟ موجود اهو. بيزنس كارد معايا. بيزنس كارد. طيب ده اخر حاجه بقى هتعملها انت بقى. عايز تمشي دلوقتي؟ عايز تسيب الغرفه؟ انت عرضت عليه كل الخدمات بتاعتك. بيزنس كارد. ايوه حلوه دي. بدوله بايه؟ بدال اتنين. وبدوله بايه؟ بدال اتنين. مش كده؟ ايوه ده هي الاثنين. دي حاجه حلوه. دي اول حاجه اتعلمتها لما خدت بيزنس كارد في فيرمونت. قال لك دوله بايديك الاثنين. واديها لنا كليرنس. كليرنس ماكلاود. دوله بايديك الاثنين. هو حتى لما قعد معانا في الاخر وبدينا البيزنس كارد كان بدونا بدول الاثنين كده. دي حاجه برده بينزل بس بايدينا الاثنين. الله ينور عليك. جامد جامد. سقفوا لها يا جماعه. سقفوا لها. والمفتاح اي حاجه بنديها للجست بايدينا الاثنين. اي حاجه واحنا بنشاور للجست ايدينا ايه مفتوحه. واتمنى ان دايما اشوف الوايت جلافز دايما كده في كل الناس يعني. وانت بتعمل ايه؟ جوه